خلال 3 عمليات متفرقة في هذا الأسبوع المنصرم، تم حجز قرابة 53 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، ووضحت بطبيعة الحال شبكات إجرامية تقوم بترويج هذه المهلوسات وسط متعاطي المؤثرات العقلية، مع حجز كذلك مبالغ مالية جد معتبرة من عائدات الترويج، بالإضافة إلى 3 مركبات منها مركبة نفعية تستعمل في التنقل عبر مختلف الولايات، لا سيما الولايات الشرقية وولايات من وسط البلاد.